أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل والفقرة الحوارية الأولى. أنا هتكلم بقى طبعا الحقيقة فقرة مهمة لكل المصريين، لأن زي ما قلت إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. وطبعا عيد الأضحى بيقولوا هو عيد اللحمة، يعني كل الناس بقى بتاكل لحوم في هذا العيد وبتاكل بكميات كبيرة. طب تأثير ده إيه على السمنة، على الأمراض المختلفة؟ طب نتعامل إزاي مع اللحوم علشان ما تسبب لناش أي أمراض؟ كل هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى هيجيب عليها ضيفي في هذه الفقرة الدكتور محمد فؤاد، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير. كل عام وحضرتك بخير. بخير حبيبي، ربنا يكرمك. طبعا زي ما احنا متعودين بنقول عيد الأضحى عيد اللحم، نعم، وكل الناس بتاكل لحمة وبيبقى فيه إسراف في أكل اللحوم. أكيد دي عادتنا الغذائية اللي احنا متعودين عليها للأسف طبعا. للأسف نعم. من سنين يعني دي حاجة خلاص احنا كلنا تربينا عليها. لكن تأثير ده دلوقتي على الصحة العامة، يمكن يا دكتور محمد وحضرتك تتفق معايا ان الظروف البيئية اختلفت. أكيد يعني مش هنقدر نقول ان البيئة دلوقتي زي البيئة من 30 سنة من 50 سنة. نعم. الوضع الصحي الوضع البيئي اختلف. حضرتك كده بتتكلم عن العوامل اللي بتؤدي للسمنة. طب ده احنا عاوزين بقى توضيح للكلام كويس. دي من الحاجات اللي حضرتك بتقولها واثرتها دلوقتي، هي اساسا هي من اساس العوامل المؤدية للسمنة. ازاي الكلام ده؟ حضرتك بتقول من 50 سنة أو من 30 سنة كانت العادات غير العادات، وكانت التكنولوجيا غير التكنولوجيا، والبيئة مختلفة. بالزبط. احنا النهاردة في عصر الريموت كنترول. النهاردة حضرتك بتعمل أي حاجة من غير مجهود وانت قاعد، عايز تطلع الدور الخامس، عايز تنزل من الدور الخامس بالأسانسير، عايز تروح المشوار الفلاني بالعربية، أو اخترعوا لنا دلوقتي التوك توك والحاجات دي. فالنهاردة انت ما بقاش في أي حركة. غير أهالينا وأجدادنا زمان. أجدادنا زمان لو حركت تفتكر او لو اتحكيت لك اي روايه من الروايات اللي قبل كده، كان يقول لك انا بشرب سمنه بلدي، انا باخد باكل لحمه الحاجات السمين والدين والكبده نيه والكلام ده. الكلام ده كان زمان، لان كانت كل حاجه بيور، كل حاجه ناتشورال. الحاجات دي شفناها على فكره. مظبوط. انا جدي الله يرحمه كنا في عيد الاضحى نذبح برضو كان كبده. بالظبط بالظبط، لان كان الحيوان بياكل المرعى كويسه. أيوة. وكان بياكل اكل نظيف. انما النهارده ما فيش، انا يهمني ان انا الذبيحه تبقى تخينه او تعمل وزن، مش مهم الغذاء بتاعها، مش مهم المحتوى. بالظبط بالظبط. وبعدين إن انا عايز اوضح للساده المشاهدين بس فكره، ان احنا النهارده انت عايش عشان تاكل ولا بتاكل عشان تعيش؟ يعني في فرق بين الجملتين كبير جدا. طبعا انا باكل عشان اعيش. طبعا. ولا عايش عشان اكل. للاسف احنا دلوقتي بقينا عايشين عشان ناكل. زائد ضيف حضرتك الايام اللي فاتت طبعا الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد والعالم كله علشان كوفيد 19، فالناس كلها قعدت في البيت، فبقاش في اي مجهود، مبقاش في اي نشاط. فبقينا النهارده احنا بناكل وقاعدين، ما بنعملش اي ما بنمارسش اي حاجه، بالرغم ان المفروض الاكل يتناسب مع الحركه. بالظبط يا فندم. ويتناسب مع الطاقه المبذوله. نعم نعم. لكن احنا بالعكس، ويتناسب مع السن، مع ويتناسب مع طبيعه التكوين الفسيولوجي بتاع كل جسم. انا النهارده هاكل ايه علشان ما اصابش بالسمنه؟ خلي بالك حضرتك، منظمه الصحه العالميه النهارده صنفت السمنه على انها مرض خطير، لانه انت التبعات بتاعه السمنه في امراض القلب، الكوليسترول، امراض السكر، امراض مزمنه بتؤدي للوفاه في الاخر. فالنهارده الشخص النهارده السمنه بقت حاجه خطيره جدا، وكل العالم كله بيتجه لان هو يبتدي يدي للناس او يبتدي يوعي الناس انه ازاي نهتم بصحتنا. من خلال طبعا الوزارات المختلفه في مصر، هنا وزاره الشباب والرياضه بتعمل انشطه، كل ده هدفه ان انا ارتقي بالصحه بتاعه الفرد. انما احنا زي ما قلت لحضرتك من شويه، احنا عايشين، كل الناس دلوقتي بقت عايشه عشان تاكل. مش بتاكل، المفروض ان انا اكل عشان اعيش. انا باخد الاكل ده علشان يديني طاقه اقدر امارس بيها نشاطات حياتي المختلفه. برضو كلمه انا باكل علشان اعيش دي ليها مدلول معين. نعم. ان انا اكل بالكميه اللي توفر تناسبني، توفر لي الطاقه اللي تناسبني. بالظبط. علشان استمر في الحياه. بالظبط. فقط. بالظبط. يعني ما يبقاش في اكل زياده. بالظبط. عن المطلوب. حضرتك المعده بتاعت البني ادم حجمها كده، لو تخيلنا حجمها كده، انا كل ما باكل ما الحجم المعده بتتمدد، بتكبر طبعا، هو ده اللي بيؤدي لزياده الوزن في بعض الاحيان. انما انا لو نحافظ على معدتي كده
يبقى انا اذا وزني مش هيزيد. وده اللي احنا بنحاول نعمله احنا اثناء الكورس اللي بنديه للحالات بتاعتنا، ان انا بحاول يعني اصغر حجم المعده بتاعت الشخص. اصغرها ازاي؟ ان انا اديله اكل مناسب، اديله اكل السعرات الحراريه مناسبه لطبيعه النشاط بتاعته وطبيعه حياته وطبيعه الحاله الصحيه. لان لما يجي لي حاله عندها مشاكل في القلب او عندها مشاكل في السكر غير الحالات العاديه، لما تجي لي حاله عندها 20 سنه و25 سنه غير الحالات اللي عندها 40 و50 سنه. لما يجي لك مثلا حد رياضي بالظبط بالظبط بالظبط. فاحنا كل المشكله عندنا النهارده ان انا دلوقتي بقيت معتمد على ان انا قاعد قدام التلفزيون. بروح الموظف طبعا طول النهار في الشارع، بيروح البيت بيدب الاكله المتينه وينام ويصحى تاني يوم وهكذا. يعني الريتم بتاع الحياه او ايقاع الحياه بقى سريع جدا لدرجه ان الناس خلاص انا يعني بتجيلي الحالات في العاده انا باكل وجبه واحده بس في اليوم. وبرغم كده تلاقي تخين ليه؟ ليه؟ ده سؤال مهم. ليه بقى؟ انا ما باكلش. طب ازاي وزني بيزيد؟ يا سيدي الفاضل، ما انت في حاجه اسمها الميتابولايت بتاعه الجسم او معدلات الحرق للجسم. انت الجسم بيحرق ازاي؟ ان انت تديله اكل صحي. تمام. طب حضرتك بتقعد طول اليوم ما فيش اكل، فانت بتموت المعده، بتخلي المعده لما مش شغاله طول اليوم. انا ما باكلش قهوه، سجاير لو كان مدخن، شاي. طبعا المنبهات دي حاجه خطيره جدا. بنبتدي ان احنا بنيجي على بالليل ياخد يعني كسرتها يعني مش اكيد طبعا يعني نعمل معروف عشان اكيد اكيد كل الناس بتشرب قهوه. لا 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 اكيد يعني. خلي بال حضرتك القهوه بتساعد على رفع معدلات الحرق. فاحنا مش عاوزين نتكلم يبقى ولكن في حدود في حدود بالظبط. فانا دلوقتي باجي اكل وجبه واحده بس. فانا موتت الحرق عندي طول اليوم. جسمي ما بيحرقش، ما فيش اكل داخله، باجي ادخله اكل بالليل وبعد ما بدخل الاكل بالليل ده بنام. فانت ما عملتش اي مجهود، فبالتالي بتزيد نسبه الخلايا الدهنيه في الجسم. ويتم تخزين كل ده بالظبط. فيؤدي لزياده الوزن. ويجي يستغرب يقول لي طب ما انا ما باكلش. طب يا عم انت كفايه الوجبه على اللي فكره. دكتور محمد الامثله دي كثيره جدا. هو ده ما هو انت كده وزنك بيزيد. يقول لك انا ما باكلش، طب انا بزيد ليه؟ ما هو عشان السبب ده. يستغربوا ان انا ما بتعشاش، انا ما بفطرش. يا عم ما احنا يعني خدنا ودرسنا ان هم ثلاث وجبات. وعارفين من زمان قوي من واحنا في ابتدائي ان في حاجه اسمها الهرم الغذائي، وان لازم الوجبه الغذائيه بتاعتي بيبقى فيها بروتينز وفيها نشويات فيها كربوهيدرات فيها كل حاجه دي. يقول لك لا انا اصل ما باكلش عيش. يا عم ما ينفعش الكلام ده. لازم ناكل كل حاجه ولكن بنسب. ولكن ان احنا المفروض ان احنا بقناعه. خلي بال حضرتك انت لو كلت قطعه البسبوسه اللي قد كده هو نفس الطعم لو كلت نص كيلو. طبعا هل هيختلف؟ مش هيختلف. ولكن هو انا خدت اللي انا عايزه، خدت السنس بتاعه. ولكن هي القناعه. بالظبط بالظبط. انا اللي يقنعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم نعم. قاعده ايمانيه يعني مش محتاجه. بالظبط. طب خلينا نرجع لعيد الاضحى. نعم. المشكله يا دكتور محمد انه طبعا عيد الاضحى بقى لحوم والناس متعوده ان هي تاكل في الثلاث وجبات لحوم. نصحى نفطر لحمه. لا هو ده اللي بيحصل. نعم. فعلا سواء كان بيضحي او ما بيضحيش. بالظبط. على طول الصبح تبقى الفته واللحمه في الفطار. طب بالرغم ان معلش اوضح لحضرتك النقطه دي، ممكن نفس الاسر دي تبقى مش متعوده اصلا ان هي تفطر. مظبوط. لكن في العيد الوضع مختلف. نعم. خطوره ده ايه؟ شوف الفته مكوناتها ايه؟ لحمه مسلوقه ورز وعيش. تمام. طيب انا احنا بندي الحاجات دي كلها اوريدي في البرامج الغذائيه اللي احنا بنعملها. اللي هو الرز والعيش واللحم. تمام. بس المشكله فين؟ المشكله ان انا لو قطعه واحده او قطعتين، ما هي لحمه مسلوقه. يبقى اذا انا خرجت من موضوع التحمير ومن موضوع ان في سمنه او في زيت. تمام. او في فاتس. تمام. تمام. انا هاكلها مسلوقه، ده كده ما فيش فيه مشاكل. شويه رز صغيرين، والمفروض ما يبقاش عيش. يعني هو في الوجبه بيبقى فيها نوع واحد من النشويات. يا رز يا عيش. بس خليني انا هعمل العادات وهطبق العادات. هاكل شويه رز صغيرين معاهم شويه العيش، حته قطعتين العيش الصغيرين برضو مع قطعتين اللحمه. هنا لحد دلوقتي انا كويس، انا سيف. انما اللي بيحصل بقى ان مش بتبقى الفته بس يا دكتور. بتبقى الفته جنبها رقاق، جنبها ممبار، جنبها مش عارف حاجات اللي تذهب العقل دي. انت كده فتحت نفسنا يا دكتور محمد. نجوعنا خلاص. ما تزودش قوي في الموضوع. بس فهي دي بتبقى المشكله. ان انت ما بتكتفيش بدول. كلام حضرتك صح.
لو بتاخد دول بس يا حبيبي ما دول مشكلة. دول اوكي دول هيلثي مفيش مشاكل انما انت طبق سلطه برضو ده الاساس انما انت بقى الحاجات الابيتايزر دي اللي بتبقى السايد اللي جنب الطبق بتاع الفته هو ده دي الكارثه وللاسف بتبقى موجوده لازم ولازم الشوربه ولازم مش عارف ولازم الدهن يبقى على الشوربه مش عارف عامل ازاي لا كل دي حاجات بتعمل مشاكل كتيره جدا ونرجع تاني لفكره اللي احنا لسه قايلينها من شويه مع حضرتك ان انا الـ القطعه هي زي النص كيلو انا لو اكلت حتتين لحمه ايه اللي هيضرني لو اكلت بنص كيلو يا سيدي اوزع اللحمه على العيد كله بدل ما اكل في يوم واحد نوزع على بقيه الايام هي المشكله هنا ان انت بتاكل تحس ان انت محروم من اللحمه لا مع ان ما بقاش كده خالص لا خالص ما عادش الخطوره الثانيه في اللحمه بتاعه الخرفان الضاني لانه الضاني مهما اتسلق او اتشوى بيبقى فيه دهون دهون عاليه طبعا طبعا ويقول لك لا انا عايز حته ملبسه وحته مش ما هو ده اغلب اللحوم في العيد بتكون ما هي هنا المشكله ان انا اللحمه دي ما بتبقاش صحيه لدرجه ان احنا ناكلها واحنا مش خايفين لا احنا او نسلقها كويس يعني لو انت عايز ان انت هتاكل اللحمه الضاني كده تتسلق كويس او تتشوي كويس قوي ولو تشوت كويس قوي يعني ممكن بقى يقول لك لا ده احنا هنحرقها يعني احنا مش عارف ايه طب ما ناكلش لكن كل دهون اللحوم ضاره المفروض الا من رحم ربي يعني اعتقد الدهون الطبيعيه دي ما ممكن ما بقاش فيها ما يا فندم احنا اتفقنا في الاول برضو ان الحيوان نفسه مش متغذي غذاء كويس البيئه مختلفه انت لو انا مقتنع بده تماما لو الحيوان اللي بيتذبح وعلشان كده العادات الغذائيه اللي كانت موجوده زمان مع اجدادنا بيعملوها ما نقدرش ما عادتش نعملها دلوقتي لو عملناها دلوقتي نموت بس في حاجه بقى في حاجات احنا بنقولها للحالات بتاعتنا علشان نقدر ان احنا بيها ناكل اللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت وزننا ما يتضرش بنعمل ايه والحالات اللي عندي في العياده تعرف الكلام ده ان احنا في ستيبس كده بنعملها قبل خطوات. الوجبه بتاعتنا قبل الوجبه الرئيسيه بنعمل شويه خطوات كده بسيطه اللي من خلالها نقدر ناكل وزننا ما يتاثرش قوي هو هيتاثر بس ما يتاثرش قوي زي العادي ان احنا بنعمل ايه حضرتك لسه ذاكر دلوقتي السلطه ان احنا ناكل سلطه جنب الطبق لا السلطه ما تاكلهاش جنب الطبق ابدا بيها يعني تملى حاجه تملى المعده بالظبط كل طبق السلطه وحط فيها كل مكونات الخضار كل المكونات تمام ما تستثنيش حاجه اقول لك لا ده بيتخن وانا احط ده الجزر مش عارف بيعمل ايه لا حط كل مكونات الخضار تمام بعد ما كل ما زادت الالوان كل ما زادت الفايده بالظبط اسلام لي بعد طبق السلطه ممكن ناخد كوبايه ميه ظريفه كده تشربها بعد كوبايه الميه تاخد ثمره فاكهه ده خلاص ده حس انه شبع يعني لا اكل فاكهه بعد طبعًا. السلطه طبعًا. ولا ابدا بيها دي نقطة مهمة. انا عندي ثلاث نقط سلطه ميه فاكهه انت عايز تبدلهم براحتك لا انا قصدي الافضل صحيا طبعا حضرتك عارف ان الفاكهه سريعه الامتصاص مظبوط انا باكل خضار يعني الامتصاص بتاعه مش زي الفاكهه انا الهدف من فيفضل الخضار. ان انا اكل فاكهه الاول حتى يتم امتصاصها سريعا وبعدين ممكن اكل بقى السلطه اللي محتواها انواع بالزبط. كثيره من وبعدين الخضار كوباية المية. وبعدين الميه ماشي الفاكهه في بعض الحالات تقول لك لا انا مش بحب ابدا بالفاكهه يعني انت خلي بالك يعني احنا التليفونات على الهواء لو اي حد من المشاهدين عاوز يستفسر عن اي حاجه طبعا احنا جاهزين الدكتور أهلاً محمد جراد اهلا وسهلا اتفضل فاحنا انا بحط الثلاث خطوات دول وكيفما يتراءى للحاله انا نفسي اكل انا هاخد الفاكهه الاول انا هاخد السلطه الاول هاخد الماء الاول المهم الثلاث خطوات يخشوا قبل الوجبه اعتقد لو المواطن عمل كده خلاص شبع بس ما انا انا عايز هو ده الهدف. عايز اوصل لمرحله الشبع مش مرحله الامتلاء تمام انت لما تملالي معدتك بالكلام ده دي حاجات بتعمل حاجه اسمها حرق عكسي في الجسم بتدخل لها سعرات حراريه عاليه سوري سعرات حراريه اقل المعده بتواجه او الجسم بيواجهها بسعرات حراريه اعلى على سبيل المثال فيبدا يطلع المخزون تسلم لي تمام انت النهارده لو خدت التفاحيه مثلا فيها 45 سعر حراري على حسب نوعها اللي هو الاخضر والاحمر والاصفر ماكسيموم 45 سعر حراري المعده بتحتاج حوالي 60 سعر حراري عشان تحرق ال 45 تشتغل بالظبط فانت استفدت بال 15 دول يعني ال 15 الماينس الفرق ده جسمك استفاد منهم وزنك بينزل منهم يعني دايما احنا بنحط طيب معانا مداخله حسن من القاهره الو
الو الو ايوه اتفضل يا استاذ حسن. ازي حضرتك؟ الو الو كده الصوت. الو اتفضل اتفضل حضرتك على الهواء. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتكلم الدكتور محمد بصمه؟ هو على الهواء الدكتور محمد مع حضرتك. ازيك يا دكتور اخبارك؟ اهلا بيك اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت عايز اعرف بس لو السلطه دي قبل الاكل، طب ما انا والفاكهه والميه ما انا هشبع. ما هو ده المطلوب؟ هو ده الهدف يا استاذ حسن. حضرتك لما تيجي تاخد السلطه والميه والفاكهه قبل الاكل، هتيجي تخش على الوجبه الرئيسيه بتاعتك هتلاقي نفسك بتاخد حاجات بسيطه. هتاكل لو حضرتك متابعنا من اول الحلقه، لو كلت قطعه اللحمه او شويه الرز جسمك مش هيتاثر بيهم. تمام. بس فانت الهدف بتاعنا ان احنا نملى المعده بتاعتنا قبل الوجبه الرئيسيه علشان ناكل اللي احنا عايزينه بس مش بكتير. يعني حضرتك تخيل لو ما كلتش السلطه وما كلتش الحاجات دي كلها، اكيد هيدخل على طول على اللحمه في الدنيا هتبوظ منك. في استفسار تاني؟ بشكرك يا استاذ حسن. ده كلام على فكره، هل صعب يا دكتور محمد ان احنا نطبق الكلام ده؟ والله يا دكتور هي المشكله مش في صعب ان احنا نطبقه، المشكله ان احنا نستمر في تطبيقه. يعني انا بفسر الرجيم او الحميه الغذائيه مش علشان مش هي ان انا امنع الاكل او ان انا اعيش على المسلوق والمشوي والحاجات دي. لا، انا بفسر الرجيم على انه تعديل السلوك الغذائي للشخص. انا وظيفتي كاخصائي تغذيه ان انا اعدل لك سلوكك الغذائي. انت ما بتاكلش اخليك تاكل. انت بتاكل في اوقات غير منتظمه، ننظم الاوقات بتاعتنا. وكل حاله على حسب طبيعه اليوم بتاعها. يعني بيجي لي، خدنا في الكتب زمان ان احنا لازم وجبة الفطار تبقى مع شروق الشمس الساعة 7 صباحا. الغداء يبقى الساعة 1 الظهر، آخر وجبة تخش الساعة 6. تمام؟ ما بيحصلش خالص. بالظبط. أنا في طبيعة البيئة اختلفت والظروف اختلفت. بالظبط. يعني مثلا واحد نايت شيفت شغال بالليل. طيب بس اسمع حضرتك، معانا أشرف من الجيزة. ألو يا فندم. يا أستاذ أشرف اتفضل. أيوة يا باشا اتفضل. انا اكل تقليل فعلا وجسمي يعني ايه في المعقول مش كتير. مش سامع الصوت مش واضح على فكره يا استاذ اشرف. بقولك حضرتك انا اكل قليل. الاكل قليل. تمام. وجسم قليل يعني ما فيش سمنه ولا في حاجه. تمام. ايه المطلوب؟ المطلوب حضرتك بس عايزين نشوف بالنسبه للبرنامج التغذيه. يعني المطلوب ايه؟ ما سمعتش برضو كويس. بقول لك برنامج التغذيه بالنسبه يعني انت عاوز برنامج، انت يعني عمرك كام ووزنك كام؟ يعني انا وزني بتاع 62 كيلو. وعمرك قد ايه؟ 35 سنه. وطولك قد ايه؟ 165. 165؟ انت الامور كويسه كده. بقى اسمه ايه؟ ده انت كده مثالي يعني. اسمه اشرف. استاذ اشرف الدنيا كده كويسه عندك. انت ليه عاوز تتخن؟ لا مش عايز افهم بس عشان المجهود اكتر. بس بص يا استاذ اشرف، انت بتشتغل ايه يا استاذ اشرف؟ فلاح. فلاح. طيب يعني بتصحى بدري وبتنام بدري. طيب بص يا استاذ اشرف، احسن حاجه تعملها طبعا اول ما تصحى تاخد كوبايه لبن ومعلقه عسل نحل. تمام. وتاخد الفطار بتاعك ايا كان. حلو. تسيب لي 5 ساعات وتاخد وجبه الغداء، تسيب 5 ساعات وتاخد وجبه العشاء. يعني نظم اليوم بتاعك ان انت بتاكل كل 5 ساعات. كل 5 ساعات. بالاضافه الى ان انت مثلا بعد الوجبه الرئيسيه بساعتين تروح واخد خيارتين مثلا حتى لو مش جعان. بس كده وزنك هتحافظ على وزنك ايا كان الاكل. بس طبعا ما تاكلش عيش بالليل. ماشي. وبلاش تاكل وتنام. يعني كده باكلش، انا قاعد يعني باكلش للمغرب بس مثلا بخلص على كده. بس شكرا يا حاج اشرف. طبعا ما يعني حضرتك بتتكلم على اساس انه الدنيا فعلا ما عادتش زي الاول. مظبوط. يعني حضرتك دلوقتي بتقول له انت فلاح. يعني بتاكل، بتصحى بدري وبتنام بدري. مظبوط. على فكره ده مش موجود دلوقتي اساسا. برضه معلش يعني عشان حضرتك تكون في الصوره. يعني الفلاح دلوقتي ما عادش زي الفلاح زمان. يعني برضو التلفزيون ووسائل التواصل وبتاع
البيئة كلها والظروف كلها اتغيرت. اتغيرت. طيب أنا عاوز أنتقل للنحافة. نعم. يعني السمنة، وهنتكلم برضو على خطورتها لسه، النحافة بتيجي إزاي؟ طيب يبدو في اتصالات كتير، معلش. معانا عمر من البحيرة. مين؟ يا محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا يا محمد، اتفضل يا حبيبي. بالنسبة للمشاكل القولون، مش السلطة دي مش بتأثر عليه بتزعله؟ ليه ليه؟ السلطة بتزعل القولون؟ بتزعل. تمام، طيب هنشوف. أنت عندك إيه في القولون؟ القولون العصبي. قولون العصبي. تمام. طيب. مهم جدا السؤال ده. السؤال ده مهم. طيب في عاوز تسأل تاني؟ في استفسار تاني يا محمد؟ لا شكرا. طيب لا شكرا. الدكتور محمد هيرد عليك، بشكرك. السؤال ده مهم جدا. اللي هو الناس أصحاب مرض القولون. احنا في السلطة، هو بيقول لي السلطة بتزعل القولون. لا، السلطة مش بتزعل القولون ولا حاجة. هي المشكلة كلها في السلطة قشر الخيار. ان انت عندك مشكلة في القولون، تاكل الخيار من غير قشر، تاخد التفاح من غير قشر. طب ما نخلي ده على طول بس، سواء عندك مشكلة او ما عندكش مشكلة. انما عمر الحاجة الطبيعية ما اثرت. على فكرة احنا بالنادي بدا دكتور محمد، حتى احنا في الزراعة ليه بنقول ما يتم تقشيره أقشره. نعم. علشان لو عندي متبقيات مبيدات او عناصر ثقيلة على القشرة يبقى انا اتخلصت منها. بالظبط. دي مهمة. يعني صحيا يعني. بصرف النظر بقى عندي القولون او ما عنديش. طيب معانا محمد من البحيرة. تفضل. لا وطي التلفزيون يا محمد بعد اذنك، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون عشان نتواصل سريع. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيبين يا دكتور. ربنا يخليك، اتفضل. وانت بالصحه والسلامات. محمد عبد الغني من البحيره يا دكتور. اهلا وسهلا، بس وطي التلفزيون يا محمد، وطي التلفزيون. ماشي وطي. اسمعني من التليفون بعد اذنك. ماشي. حضرتك بس بالنسبه لامراض القلب المزمنه يا دكتور، يعني نظام الغذاء بتاعها بالنسبه للعيد. بالنسبة للعيد، يعني ارتخاء في الصمام يا دكتور، يعني تاكل ايه بالنسبة للدهون والحاجات دي يعني؟ ده سؤال مهم والله. ده هو مفيش دهون اصلا يا محمد. شكرا يا محمد، شكرا. طيب لا، امراض القلب دي يعني المفروض، ما هو ماشي، ما هو ده محور مهم. طبعا انا دلوقتي لما عندي مشكلة في القلب ما ينفعش اروح اكل دهون نهائيا ولا اخد اي عقاقير طبية. او عندي مشكلة في تصلب الشرايين مثلا، اي حاجه ليها علاقه بالضغط وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، لا يمكن ان انا اروح لها بالدهون خالص، سواء كانت دهون كويسه او دهون وحشه. بمعنى ايه الكويسه والوحشه؟ بس عشان الناس تبقى عارفه، الدهون اللي هي الصافيه او اللي هي ما بتضرش قوي الجسم الطبيعي، اللي هي الزبده والسمنه الفلاحي والحاجات اللي هي الطبيعيه، انما الدهون المشبعه اللي هي الزيوت والحاجات المهدرجه دي خطيره جدا طبعا. انما امراض القلب ما ينفعش ان انا اتعامل معاها باي نوع من انواع الدهون نهائي، لانه انا خلي بالك انا اكلت كويس، فالدهون دي محتاجه نشاط او محتاجه مجهود علشان تتحرق. مظبوط. سواء كانت دهون كويسه او دهون مضره. تمام. مريض القلب مش بيمارس اي نشاط. ما بيمارس اي نشاط، فما ينفعش ان انا اديله دهون. هيمارس ازاي نشاط بالزبط؟ وهو لأنه بياكل الدهون ويقعد. فما ينفعش اديله دهون. هو لو كان عايز ياكل في الاكل بتاع العيد، ممكن زي ما قلنا في اول الحلقه ان انا عندي قطعه اللحمه المسلوقه او قطعتين بالكثير. بالنسبه للمريض مال الليل يا فندم، تروح فين؟ لا 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 فين. طيب معانا زايد من اسكندريه كده، نروح المستشفى بالليل دي بقى. الو يا زايد. يا زايد اتفضل. ايوه، ما حضرتك الكرش يا دكتور. اتفضل. الايه؟ الكرش. انت تقصد الكرش ازاي يعني؟ ايوه يعني الدهون، يعني الدهون اللي في البطن، دهون البطن عامة. ايوه. انت عمرك قد ايه يا زايد؟ عمري 22 سنة. 22 سنة؟ وزنك قد ايه طيب؟ وعندك كرش؟ وزني عندي كرش. ما شاء الله. وزنك قد ايه؟ عندي وزني بالظبط كده 170 كيلو.
كم؟ يعني 79 كيلو. 79. بس 79 عنده كرش ده مش حلو. طولك طيب طولك؟ طولي والله ما مش فاهم. طيب تمام. يعني حوالي 78. يعني مشكلة 178. المشكلة عندك الكرش بس صح؟ تمام ماشي. طيب شكرا يا زايد، الدكتور محمد هيرد عليك حالا. بالنسبه لموضوع الكرش ده بيجي منين؟ بيجي من ايه؟ من كذا حاجه. من اول حاجه واساسهم ان انت بتاكل وتنام. دي رقم واحد. حتى لو كان اكل دايت. يعني حتى لو كان الاكل اللي انت اكلته اكل دايت، ادام كلت ونمت بيطلع كرش. نمره اتنين العادات. مهما كان السن يا دكتور محمد، مهما كان السن، عشان حضرتك لاحظ ان ده 22 سنه. خلي بال حضرتك 22 سنه لو عملت له اناليسز اللي بنعملها، اللي هي التحليلات البسيطه بتاعه الدهون والميه والكلام ده، هتلاقي نسبه الدهون عنده عاليه رغم ان سن وزنه قليل. ادم فيه كرش، ده معناه ان هو بياكل دهون، بيركز بياكل دهون كتير. دي نمره واحد. برغم 22 سنه المفروض في حركه وفي حيويه وفي دكتور الكلام ما لسه حضرتك قايل صح. النقطه الثانيه ان بياكل عيش بالليل. العيش بالليل ده كارثة، ان هو بياكل عيش بالليل ده بيساعد ان يطلع له كرش. زائد بقى المشروبات الغازية والحاجات لا لا لا، ده موضوع تاني. المشروبات الغازية دي الحاجات والحاجات الاكلات السريعة والوجبات السريعة، كل ده بيعمل. دي كوارث. دي كوارث يا فندم. يعني لازم نتكلم، ما حدش يزعل، دي كوارث. بالظبط. طيب معانا احمد من الفيوم. الو دكتور. اتفضل يا دكتور. انا عندي 15 سنه، عندي 15 سنه ووزني 150 سنتي ووزني 30 كيلو. كم وزنه كم؟ لا يا وزني 30 كيلو. 15 سنه ووزنك 30 كيلو؟ ايوه. هذا ما بياكلش خالص ده. 30 كيلو؟ ايوه. دي حاله نحاسه. لسه حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي. طيب تمام ماشي. هنجاوب دلوقتي يا احمد. احنا كنا فتحنا موضوع النحافه. نعم. بالنسبه لاحمد ال 30 كيلو دي طبعا صعبه قوي، يعني بالنسبه صعبه جدا. طب لا، في حالات اصعب من كده. ياه. انا في حاله عندي في العياده كانت من حوالي شهر ولا حاجه تقريبا، يعني متجوزه ومخلفه، عندها حوالي 32 سنه، وزنها 41 كيلو. متجوزه ومخلفه عندها اثنين. بس الحمد لله يعني دلوقتي يعني الدنيا مشيت شويه معاها. بالنسبه لحالات النحافه، مش معنى ان انا نحيف او وزني قليل ان انا اهجم على الاكل بصوره كبيره. تمام. المطلوب ان انا برضو زي ما بنعمل في التخسيس لازم نعمل في النحافه، ان انا لازم ينظم يومه في الاكل. بس الفرق ان مريض النحافه بياكل 6 مرات في اليوم، 6 وجبات. في وجبات رئيسية وفي وجبات بينية. الوجبات الرئيسية برضو كل 5 ساعات يفطر ويتغدى ويتعشى، والوجبات البينية تبقى بين الوجبات في النص بالظبط، وبتبقى عبارة عن ايه بقى؟ طب هو ايه أسباب النحافة في البداية؟ في حاجة، في عوامل وراثية. طيب نتكلم يعني في النقطة دي. لكن معانا محمد من كفر الشيخ. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. أنا عندي روماتويد. ويا ريت الدكتور بس يقول لي حاجه كده، يعني اكل ازاي واعمل ايه، لان انا كنت بمشي في اسكندريه عند الدكتور سليم خليل الله يرحمه، وتوفى وما عادش ليا بقى فتره دلوقتي خلص، ورحت اكثر من 300 دكتور. عندك كم؟ عايز اعرف بس يعني عندك كم سنه يا محمد؟ 53. وعند روماتويد بقالي 20 سنه. عاوز اساله في حاجه؟ النسبه بتاعت يقدر يقول لي النسبه، نسبه الروماتويد انت عارفها؟ حللت رزمه النوماتويد كانت 800 درجه، وخدت حقن ثم النحل في المطل واللقاح لمده سنه، بقت 400، اترفعت 400، بقى عندي 400 نقص مناعه. تمام ماشي. طيب بشكرك. يا ريت الدكتور. حاضر، خليك معايا والدكتور محمد هيرد عليك حالا. تمام اتفضل. بالنسبه للمريض الروماتويد دايما بنهتم بالحاجات اللي فيها كالسيوم. ازاي؟ يعني طبعا زي ما قلت من شويه ان انا ابدا يومي بكوبايه لبن. يعني الالبان ومنتجاتها. تمام. والزبادي، وما يمنعش ان انا اخد كالسيوم خارجي، لان هو زي ما قلنا زي ما شايفين عنده السن بتاعه 53 سنه. فالمنتجات الالبان مش هتبقى غير كافيه ان هو
يعتمد عليها فقط. بالإضافة إلى الفاكهة والخضار. الفاكهة منين؟ ناخد جوافة، برتقان، الخضار طبعا نهتم بالخيار، بالفلفل الرومي، بالورقيات عامة. الحاجات دي مهمة طبعا. يبعد عن كل ما هو يساعد على زيادة وزنه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن بلاش بقى ناكل عيش كتير، يقلل لي من كمية العيش كتير. العيش الكتير ده بلاش العيش السن، يعني طبعا احنا الفكرة عندنا ان انا هاكل عيش سن عشان اخس. لا، بالنسبة واكل كمية زي ما انا عايز. لا لا، بالنسبة للمريض الروماتويد بننصح ان احنا يبقى ناكل. دي حالة خاصة طبعاً بمريض الروماتويد، دي معلومة مهمة جدا يا دكتور محمد. طبعا والسادة المشاهدين لازم يركزوا على الكلام ده، لان ما ياخدش كلامي ان هو بصفة عامة. احنا دلوقتي محددين الحالة، دي حالة خاصة. كل حالة بحالتها. انه اقصى عيش ممكن ياخده في اليوم هو نص رغيف بلدي. نص رغيف فقط في اليوم كله. في اليوم. طب انا مش هشبع بالنسبة لمريض الروماتويد. انا كلامي واضح. طب انا مش هشبع، كل وش الرغيف. ياكل الوش بتاع الرغيف. بلاش ياكل العيش كله، الرغيف كله. وش ودار، ياكل الوش بس. طبعا النشويات، الرز والحاجات دي يقلل فيها. يهتم بالسلطه زي ما قلنا، يهتم بالميه. علشان وزنه ما يزيدش، لان وزنه لو زاد مريض الروماتويد طبعا حضرتك عارف انه الوزن الزياده هياثر عليه تاثير سلبي. طبعا هياثر على المفاصل. بس هو الحمد لله انه النسب عنده طيب. معانا محمد من المنيا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك دكتور، الاخبار عامل ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضل. كل عام وانت بخير. وحضرتك بصحة وسلامة. معلش يا دكتور، بس ركز معايا دقيقة واحدة معلش. اتفضل. عندي واحد سنه 14 سنة، تمام؟ ودكتور سنه كام؟ سنه كام؟ 14 سنة. تمام. الوزن بتاعه لا يتراوح 37 كيلو 38 كيلو، تمام يا دكتور؟ في برضه حاجة تانية، دايما يا دكتور دايما بيتعب كده على طول، وبيجي له صداع وبيرجع على طول. مش عارفين السبب، ايه السبب في كده؟ بيرجع؟ في عنده بيقول بيرجع. بيرجع على طول وبيجي له صداع بعض ترجع. يعني بيرجع اي اكل بياكله بيرجعه؟ لا دكتور، مثلا يعني كل مثلا في اي مجهود بيعمله بيجي له صداع وبيرجع. تمام. يعني الترجيع والصداع ليه علاقه بالمجهود. بالظبط كده. تمام. يعني اي مجهود مثلا كده يعني الى حد ما بيجي له يعني الصداع ده. فهل الوزن هو يعني المشكله عنده ولا ايه بالظبط؟ عايز اوضح معلش دكتور، يعني لو سمحت حضرتك. حاضر. ايه المشكله بالظبط؟ او ايه حاضر. ايه النظام اللي اتبعه وايه العلاج يعني؟ حاضر يا حاج محمد. حاضر. ماشي يا دكتور، تابعنا وهتسمع الرد حالا من الدكتور محمد. بشكرك دكتور. ماشي. تمام. دي برضو تعتبر حالة خاصة. حالة خاصة، نعم. بالظبط. احنا في كل حالات النحافة احنا في تحاليل أساسية لازم نعملها قبل ما نشتغل. عشان نعرف ايه السبب اللي خلى الشخص ده يبقى وزنه كده. أول تحليل بنعمله تحليل صورة دم كاملة عشان نعرف الهيموجلوبين عنده قد ايه، نشوف عنده أنيميا، وده أحد الأسباب اللي بتخليه يصدع. اللي اتصل دلوقتي بيقول انه بيصدع وبيدوخ والكلام ده. وبيرجع أكيد. نسبة الهيموجلوبين عنده منخفضه. فبنعمل اول تحليل اللي هو تحليل صوره دم كامله. وبعدين بنعمل تحليل ستون او تحليل براز، نشوف المعده عنده اخبارها ايه. ولو بيدوخ يبقى بنعمل تحليل حاجه اسمها اتش بايرول، اللي هو الدوده الحلزونيه. بنشوف هل هي موجوده ايجابي سلبي. التحليل الاخير اللي هو بنلجا له اخر حاجه بقى، لو لقينا كل ده تمام بنعمل اخر تحليل اللي هو تحليل الغده الدرقيه. نشوف الغده اخبارها ايه عنده، هل هي كويسة، هل هي نشطة، هل هي خاملة. لأن برضو الخلل اللي موجود في الغدة بيؤدي إلى زي ما بيؤدي إلى زيادة الوزن بيؤدي إلى إن احنا ما سألناهوش الحقيقة عملت تحاليل معينة ولا دي التحليل لازم يعملها. يعني حتى لو ما عملهاش لازم يعملها علشان يبتدي نشتغل معه صح. لازم يعمل التحليل الأول بعدين نحط له البرنامج المناسب ليه. طيب معنا سالم من المنوفية. ألو. ألو، تفضل. معلش يا دكتور والنبي، انا عندي ابني عنده بتاعي 7 سنين، وزنه كله بتاعي 10 كيلو. وزنه 10 كيلو؟ وبياكل اكل كتير وما بيبانش عليه خالص. ده هيعمل اتش بايرول. تمام. طيب ايه تاني؟ يعني هو بياكل اكل كتير عباره عن ايه برضو الاكل اللي بياكله ده؟ اي اكل عادي يعني. الحاجات اللي هي اللي من الشارع ولا حاجات من البيت؟ لا من البيت. كل حاجه في البيت يعني؟ كل
الاغلب البيت والحاجات اللي هي القلبز والحاجات اللي هي بتيجي من البيت. تمام. وبياكل كتير ومش باين عليه. طيب في عنده اي مشاكل في عنده دوخه؟ الحركه بتاعته كويسه ولا دايما في خمول عنده؟ لا لا ما فيش حاجه الدنيا كويسه عنده. ما حللش برضه ولا؟ لا لازم يعمل تحليل. ده لازم يعمل تحليل. عملت تحليل يا سالم؟ ابنك عملت له تحليل؟ لا ما عملتلوش تحليل. طيب لازم يتعمل له تحليل براز نشوف ايه اللي طبعًا في معدته. لانه كده في الغالب بيبقى فيه ديدان. اكيد طبعا. الاكل ده بيروح فين يعني؟ وضع طبيعي. بيخش الحمام بصوره منتظمه اخ سالم؟ يا رب. ما عندوش مشاكل في الحمام ولا في امساك ولا في اي مشاكل في معدته؟ لا هو قاعد بيقول لي يا بابا فيه بشوف دود وطول الليل بيعيط. لا يبقى ده لازم عنده مقص. بيبقى عنده مقص. ده يعمل التحليل. واكيد في كده اكيد عنده ديدان. بياخد حاجات مطهرات. طيب تاخد بالك بقى يا سالم، يعني ايه لازم تعمله تحليل براز وتعرض على طبيب بقى علشان يقدر نتيجه التحليل يوصف له علاج. بس الموضوع بسيط بسيط جدا. بسيط جدا ما تقلقش، يعني الموضوع بسيط. نستكمل موضوع النحافه. اتفضل. ايه الاسباب؟ الاسباب زي ما قلنا اسباب وراثيه واسباب مرضيه. الاسباب الوراثيه بيكون مثلا الاب والام احدهما في مصاب بالنحافه فبيطلع الولد كده مش الجد. يعني الاسباب بتاعه السمنه او النحافه مش ممتده للاجداد، بتتاخد من الابوين فقط. بالظبط. الاب او الام في عندهم نحافه فبالتالي ممكن الولد يطلع عنده نفس العرض. طيب دي الاسباب الوراثيه. في الاسباب الطبيه او الاسباب المرضيه، ان هو يكون عنده مثلا مشاكل في المعده، ان يكون عنده مشاكل في الغده الدرقيه، انه عنده في الهيموجلوبين وعنده صوره الدم الكامله او التحليل بتاع صوره الدم الكامله بيبين انه عنده انيميا وعنده حاجات من دي. دي الاسباب المرضيه. او يصاب بقى بمرض بعيد عنا وعن السامعين، مرض بيؤدي لان هو عنده نحافه. تمام. دي بقى بنبتدي نشتغل معاه، بس لازم نعمل برضو التحاليل قبل ما نشتغل او قبل. طيب ما لو كانت الاسباب وراثيه العلاج ايه؟ الاكل. طيب بس. معانا محمد من كفر الشيخ. الو يا محمد. الو. طيب حاول ترجع لنا مره تانية. الاسباب الوراثيه. الاكل. الاكل وبعض كل 5 ساعات زي ما حضرتك قلت، وبعض فواتح الشهيه بنجيبها من الصيدليات، بس طبعا تحت اشراف طبيب. طبعا. ما ينفعش ان انا اروح للصيدلي اقول له لو سمحت اديني فاتح شهيه. دي في حد ذاتها كارثه برضه، مصيبه. تمام. اي ادويه على فكره مش بالظبط. بالظبط. لانه خلي بالك النهارده برضه الماركت فيه فواتح شهيه فيها كورتيزون. فما بقاش ان انا عايز ازود وزني وفي ناحيه تانية اتضر. انا جسمي ممكن يكون مش محتاج الكورتيزون اللي هيخش ده. طب اخده ليه؟ تمام. فانا المفروض ان انا تحت اشراف طبيب اخد العقاقير الطبيه اللي انا محتاجها. مش ان انا اروح من نفسي اقول انا عايز فاتح شهيه. ما ينفعش. تمام. وابتدي اظبط الاكل بتاعي، بس انا الاساس عندي الاكل مش الدواء. يعني انا اظبط زي ما قلنا من شويه ان احنا بناكل كل 5 ساعات، بناخد وجبات بيانيه. الوجبات البيانيه دي تبقى عباره عن مثلا رز بلبن، مهلبيه، كريم كراميل، بس حاجات في البيت. مش ما اشتريش من بره. مصاب النحافه. ناخد بالنا. ايوه حالات النحافه بس. طبعا الحاجات التانية بقى اللي هي مثلا سلطه فواكه، الخضروات، العصاير، اي حاجه باللبن مهمه جدا ان احنا ناخدها في اثناء اليوم بتاعنا. طبعا نهتم بالعسل باللبن الصبح. تمام. زائد ان في حاجه كده بسيطه كده ممكن نقولها للحالات بتاعه النحافه، بس خليها بعد ما ناخد خطر. يوسف من ماشي. الفيوم. الو خاطرك انت يوسف. الو اتفضل. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. حضرتك بس يا دكتور، حضرتك انا عندي حوالي 32 سنه. انا عندي لا الصوت يا يوسف مش واضح، بس الله يخليك. يا دكتور ابعد عن التلفزيون خالص او وطيه نهائي وكلمني من التليفون. ماشي يا دكتور. اتفضل. حضرتك عندي 32 سنه. ايوه سامعك. عندي 32 سنه بس انا عندي كرش جاي. 32 سنه وعندك كرش. وعندي وزني 85. وعندك ايه؟ وزني 85. 85؟ طيب تمام. ماشي. هي المشكله في الكرش بس يعني.
المشكله في الكرش فقط تيالي والوزن برضو. ما الوزن فيها حوالي 10 كيلو زياده. اه طب انت بتشتغل؟ اه شغال سواق. مواعيد شغلك من كام لكام؟ شغال ايه؟ شغال ايه؟ شغال سواق. سواق؟ اه دي العادات اللي احنا قلنا عليها. سواق يعني انت قاعد طول النهار؟ اه شغال 12 ساعه. طب يا يوسف يعني بنشكرك وهتسمع الرد حالا من الدكتور محمد. زي ما قلنا مشكله الكرش ان انت بتاكل وتنام او بتاكل عيش بالليل او عندك العادات الصحيه او العادات اليوميه بتاعتك خاطئه. ده سواق فقاعد على طول على الكرسي ما بيتحركش. ممكن تلاقيه بياكل وهو سايق، بياكل وهو قاعد. ده اللي بطلبه منه انه بلاش، يعني اللي بيعمله الحاجات اللي بيعملها بلاش يعملها. ازاي يعني؟ ما ياكلش وهو قاعد في العربية. يخلي فيه يخصص مواعيد للأكل. أنت بتطلع شغلك الصبح، افطر قبل ما تطلع شغلك. تمام. جه وقت زي ما قلنا الخمس ساعات، تيجي الخمس ساعات اتغدى. اقف بعربيتك، كل وجبتك واركب عربيتك وتحرك. ايوه بس ما هو في النهايه دكتور محمد، ما هي دي وظيفته، هو برضه قاعد. هقول لحضرتك حاجه، مفيش طاقه. تمام. مفيش مجهود. لما تيجي تروح لعربيتك ما تحطش العربيه تحت البيت، اركب العربيه بعيد شويه، اتمشى لها. مشى العربيه برضه. ما هي دي برضه نقطه مهمه. ما هو احنا لازم، يمكن ظاهره الكرش دي فعلا زي ما حضرتك قلت موجوده في الفئات دي، يعني في بس ممكن في طائفة ممكن السائقين يعني. نعم بس ممكن نشيلها. اه ان بعد ما تخلص شغلك يا سيدي امشي 10 دقائق. ايوه هو ده، امشي 10 دقائق، امشي 15 دقيقه في كل في اليوم، او كل يوم امشي نص ساعه مثلا. بس يا ريت انت جسمك هيستفيد لو مشيت نص ساعه، جسمك هيستفيد جدا. اعمل اي حركه في البيت. وانت بس طبعا اللي انا بقوله ده خيالي شويه. وانت سايق عربيتك اركن، امشي، اعمل خمس دقائق راوند كده واركب عربيتك تاني وامشي. بس طبعا والله مش خيالي ولا حاجه، سهل انه يتعمل. طيب مهم جدا. معانا رضا من المحله. يا دكتور حامد اتفضل. انا بشكر حضرتك على البرامج الجميله وهدخل في الموضوع مباشره. اتفضل. نفسي تستضيف الدكتور محمد كاتشي سالم أكثر من مرة في الشهر، ده عالم جليل وبنستفيد من علمه، وأنا سمعت الحلقة بتاع حضرتك امبارح كانت جميلة جدا. دي نقطة. النقطة الثانية إن القرارات اللي الوزير الزراعة منزلها بخصوص العزل الحراري للمزارع في البنوك الائتمان ما بيتمش منها أي حاجة نهائيا، وأنا عندي بلد فيها هنا أكثر من 80 مزرعة ما فيش ولا واحد وكوله على ان يعملوا له عزل حراري، ولا عندهم اي بيانات بالموضوع ده نهائيا. بالنسبه للبنك؟ بالنسبه لبنك التنميه. منزلين سواء للشركات، انا راجل عندي شركه، سواء للشركات او سواء للافراد، مش منزلين لهم اللي هو القرض بتاع ال 5% لتطوير المزارع عشان التدفئه العاليه في الشتاء. تمام. والحر اللي في الصيف. الحر في السنه دي صعب جدا. طبعا. يعني الحر في السنه دي صعب جدا. والدكتور محمد فتحي سالم عالم عالم عالم، انا دي علاقه بيه شخصيا. وهقعد طيب مع حضرتك بعد العيد اللي هتروحوا القطن اللي هتشوفوه. ولكن كلام وزير الزراعه في الجرايد، وانا بقولها مسؤول عن كلام وزير الزراعه في الجرايد وفي التعاون الزراعي والمهندس مصطفى الصياد، ما بيتمش منه حاجه في بنوك التنميه. لا. عموما يا اخ رضا، طبعا بالنسبه للدكتور محمد فتحي سالم احنا ان شاء الله هنستضيفه، يعني بس هيبقى حلقه كل شهر ان شاء الله. وانا اعلم ان هو فعلا عالم جليل وكل ابحاثه وتجاربه على ارض الواقع. بالنسبه للتصريحات اللي حضرتك بتقولها، انا اوعدك ان احنا ان شاء الله بعد العيد نستضيف مسؤول من البنك الزراعي المصري ونحط قدامه كل هذه التساؤلات. ليه الكلام ده ما بيتنفذ؟ سواء كان بالنسبه للتسهيلات اللي بيقدمها البنك او القروض. ونفتح التليفونات ويبقى على الهواء ان شاء الله. بشكرك جدا يا اخ رضا. نرجع تاني لموضوعنا. حضرتك كنت بتقول في جزئيه مهمه لازم نتكلم عليها بالنسبه لموضوع النحافه. النحافه بالظبط. الحاله بتاعت النحافه طريقه اكله تكون ازاي؟ ايوه. في الفطار وفي العشاء تحديدا. الغداء مش فارق معايا كل اللي موجود في البيت. انما انا في حاجتين مهمين قوي او حاجه مهمه قوي لازم ياخد باله منها. في الفطار وفي العشاء. انت بتاكل كميه العيش بتاعتك قد ايه؟ على سبيل المثال بياكل رغيف، تمام؟ هيعمل ايه؟
يقسم الرغيف نصين، نص حلو ونص حادق، دي وجبة الفطار. طب أنا باكل رغيفين، يبقى رغيف حلو ورغيف حادق في الفطار وفي العشاء. إيه يعني إيه حلو يعني إيه حادق؟ يعني أكل مثلا جبنة وفول طعمية بيتي، تمام، ده الحادق. الحلو ممكن ياكل مربى، طحينيه، مربى. الوجبه بتاعته بتاعه الفطار والعشاء لازم يكون فيها دول. ده بالنسبه لحالات مريض النحافه. ايوه ناخد بالنا علشان برضو انا انا باكد مريض النحافه ياكل النشويات، يقسم النشويات حلو وحادق تمام في الفطار والعشاء. الفطار والعشاء المعلومه دي على فكره جديده بالنسبه مهمة لي، جدا مهمة لمريض النحافه. طيب بعد اذنك ناخد اخر اتصال. في اتصالات الحياه كتيره. معانا نصر من الشرقيه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور حامد اهلا بحضرتك. اكلم الدكتور محمد بعدين حضرتك. الدكتور فضل. محمد معك على الهواء. اتفضل. اهلا وسهلا. الدكتور محمد عندنا الحاجه عمرها 60 سنه ووزنها حوالي 90 كيلو. 90 كيلو وهي بتعاني من الضغط. وايه؟ الضغط عالي؟ الضغط يعني عالي. تمام. فهي بتيجي كل يوم الصبح لازم تحس بصداع وتهديد في جسمها. على كل يوم بتاخد دواء الضغط بصوره منتظمه؟ على طول كل يوم بتوصلها الضغط على طول؟ بنوصلها الضغط على طول. مستقر ولا في مش قوي؟ لا مستقر. تمام ماشي. وزنها كام طيب؟ الضغط كام؟ نعم الضغط كام؟ والله يعني مش عارف بالظبط، بس هو يعني بيبقى يعني عالي يعني مش 180 حاجه كده. او سالوا في حاجه؟ لا لا تمام. عندها اي مشاكل تانية؟ بتاخد اي ادويه تانية غير ادويه الضغط؟ لا مفيش. هو كان جات لها جلطه من حوالي شهرين كده او اربع شهور كده. وبتاخد بتاع السيوله بس. تمام تمام. ماشي ماشي بنشكرك اخ نصر. والدكتور محمد هيجاوب على حضرتك. بص طبعا مريضة الضغط دي يعني طبعا بنمنع منها الاملاح تماما والدهون. والدهون ده اساسا مش تماما يعني الاملاح تماما والدهون اساسا. تمام. لازم تاكل كل حاجه من غير دهون. يعني ومن غير ملح. يعني السلطه لما تتعمل من غير ملح. طبعا السمنه والزيت والحاجات دي ما ينفعش ان احنا ندخلها في الاكل بتاعها. طبعا هي وزنها كتير جدا، 95 كيلو بالنسبه لسنها كتير جدا جدا جدا. كل المطلوب منها ان نحافظ على مواعيد الاكل، ده الاساس عندنا. ما ناكلش عيش بالليل. العيش اللي هناكله ناكله الصبح او في وجبه الغداء فقط. ناكل خضار، ناكل فاكهه. تمام؟ تشرب سوائل سخنه. ايه السوائل السخنه دي؟ اللي هي اليانسون، مش الشاي والقهوه، لا. ينسون، النعناع، القرفة بجنزبيل، الحاجات دي دايما تحافظ ان ما يجيلهاش امساك. لازم تخش الحمام بصفة دورية كل يوم. يعني طبعا يعني السؤال تهتم بيه. طبعا طبعا. بس ومن غير سكر برضو. حضرتك حط في دماغك ان احنا قلنا هنمنع منها الاملاح والسكريات. السموم البيضاء باختصار. طب ما ده يا فندم بصفة عامة، بس مريض الضغط بصفة خاصة. يعني بالزبط. انت انا لو انا ما عنديش ضغط ممكن اخد الحاجه بملح بسيط. يعني احط جزء بسيط من الملح بحيث ان اغير طعم. مش هاخد املاح كتير. والمخللات طبعا الخلالات ممنوع تماما سواء في ضغط او ما فيش ضغط. في كل الاحوال طبعا. المخللات والحاجات دي بتجيب املاح. يعني مع الفته كده مش هيبقى فيه طرشي وبتاع ومشاهير. دكتور محمد ينفع يعني؟ طب خلينا نتفق على حاجه. نتفق يا فندم ان احنا مش كل يوم بناكل فته. طبعا. فاحنا لو هناخد اكسبشن هناخد استثناء في العيد. بس ما نزودش. ما يبقاش على طول. ما يبقاش على طول. ما يبقاش في الثلاث وجبات يعني. ما يبقاش في الاربع ايام بتوع العيد. والاربع ايام صح. بس احنا هناخد مثلا انا نفسي في في في, في مخللات وبتاع. اوكي خد يا سيدي. زي ما قلت لحضرتك انا الرجيم تعديل سلوك غذائي. بالظبط. يعني انا عايز اعمل حاجه اسمها لايف ستايل. انا اللايف ستايل بتاعي في اليوم عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له، ان انا انظم حياتي، اكل اللي انا عايزه ولكن بنظام. يعني في مواعيد في الفطار، مواعيد في الغداء، مواعيد في العشاء. طب يا سيدي انا طبيعه شغلي وبرجع بالليل الساعه 7 وبرجع الساعه 8 وياكل الوجبه الرئيسيه مثلا الساعه 12 بالليل، ما فيش مشاكل. مضطر ياكل لحمه الساعه 12. ممكن اعمل انا ايه بقى؟ ايوه انصحه بايه؟ ان اعكس، اعمل شيفت للوجبات بتاعتك. يعني ايه شيفت للوجبات بتاعتك؟ يعني افطر واتعشى
واتغدى بحيث ان انا احافظ على المبدا اللي انا لسه قايله لحضرتك من شويه اللي هو الخمس ساعات. يبقى انا فطرت وتعشيت واتغديت. طب اتعشى ايه وانا في الشغل؟ يا عم خد لك نص رغيف جبنه. ايه المشكله؟ لو اتيحت لك الفرصه وكلت زبديايه ومعاها فاكهه. ايوه بس هي القصه انه يا دكتور محمد هياكل الوجبه الرئيسيه بالليل. ما فيش مشاكل، ما عنديش مشكله. بس ما احنا فاكر حضرتك قلنا ايه؟ بس ما يبقاش بقى طول اليوم ما بياكلش. بالظبط. وما يروحش بالليل للوجبه الرئيسيه. ايه اهميه ده؟ ما يروح لهاش جعان. لا بالنسبه ايوه بالظبط. ما يروحش للوجبه الرئيسيه دي جعان. انا طول اليوم باكله. باكله خيار واكله فاكهه وبقى اشرب عصير يا سيدي، اشرب ميه، اعمل كل حاجه بحيث ان انت اول ما تخش البيت ما تخشش على المطبخ. يعني انت خش البيت تبقى حاسس انك شبعان شويه. بالظبط. يعني. كل تفاحه، كل بتاع. اعمل الخطوات اللي قلنا سعادتك عليها من شويه، السلطه والميه والفاكهه، وبعدين اتغدى يا سيدي. بكده هتحقق المعادله ان انا اكلت اللي انا عايزه وكلت الوجبه الرئيسيه في البيت مع اولادي، تمام، بس وزني ما زادش. هحافظ على الاقل على وزني. ان انا ما اروحش البيت جعان. يعني الناس تحط في دماغها كده، انت لو رحت البيت جعان ممكن تاكل اللي في البيت. طبعا. انما تروح البيت مش جعان خلاص. يعني حضرتك الحين سعيد جدا بالنصائح اللي حضرتك قلتها للمشاهدين، بس نستسمح حضرتك يعني كل فتره ممكن يعني تحت امرك نستضيف حضرتك، لان انا شايف الحقيقه في اتصالات كثيره جدا من جميع المحافظات، وده شيء جيد برضو. الناس عاوزه تعرف ده في حد ذاته دكتور محمد كويس. أكيد. يعني عندي مشكله فبسال علشان العلاج ايه، فدي بدايه كويسه. نعم. نعم. ان شاء الله برضو مره تانية، مش عاوزين الناس في العيد يعني ما تدوس قوي. بالراحه يعني. بالراحه يعني. خير الامور الوسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. والتغذيه هي اساس للعلاج واساس لقوه الجهاز المناعي في الجسم. نعم. صح يا فندم؟ نعم مظبوط يا فندم، مظبوط. في نهايه هذه الفقره اعزائي المشاهدين لا يسعني الا نتقدم بجزيل الشكر لضيفي العزيز الدكتور محمد فؤاد استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. بشكرك جدا دكتور محمد. شكرا. شكرا جزيلا. اللقاء. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، والفقره الثانيه والاخيره من هذه الحلقه بعد هذا الفاصل.